سعيا منه في إدامة زخم نشاطه الإنساني، أطلق قسم العلاقات العامة في العتبة العباسية المقدسة برنامج فرحة العيد الذي استهدف مرضى الراقدين في مستشفيات كربلاء بوساطة زيارتهم وتقديم الهدايا والتبريكات لهم من فيض جود المولى أبي الفضل العباس عليه السلام. بادرت العتبة العباسية المقدسة وقسم العلاقات العامة بتوجيه سماحة السيد أحمد الصافي دام عزه بزيارة المرضى الراقدين في المستشفيات طيلة أيام العيد السعيد، وقمنا أيضا بزيارة دار المسنين، وذلك الهدف من هذا دعم المرضى معنويا وإعطائهم الهدايا بركة أبي الفضل العباس، وتواصل الدائم مع المجتمع. برنامج يستمر طيلة أيام عيد الفطر المبارك، شمل زيارة المستشفيات الحكومية والأهلية في المحافظة إلى جانب دار رعاية كبار السن، ويعد هذا البرنامج جزءا من تقديم الدعم المعنوي للمرضى الراقدين والعاملين في تلك المؤسسات. برنامج ومبادرة سميت مبادرة فرحة عيد، وحقيقي هي التفاتة طيبة خاصة للمرضى في هذا اليوم المبارك، وهو يوم الأول من عيد الفطر المبارك، لأنه معاملة الناس والحالة النفسية اللي يعانون بها الناس حقيقة التفاتة طيبة للتخفيف عن هذا الموضوع. المبادرة كلش حلوة والله، يعني ترفع معنويات الأطفال، هذا جزء يعني كلش قوي من أكثر من العلاج، يعني لازم يعني تعرف أطفال معنوياتهم تعبانة من الكيمياوي هاي، فهذا المبادرة كلش جميلة، وهاي العتبة العباسية سباقة بهذه الأمور إن شاء الله. حقيقة الزيارة شملت مرضانا الراقدين في المستشفانا من كافة الفئات، وبالأخص الفئات العمرية من الصغار من أمراض القلب المفتوح وإصابات الأطراف. حقيقة كانت زيارة كريمة وعزيزة على قلوبنا، بالإضافة لنقل سلام وتحيات العتبة، كان هذا الجانب هو دعم نفسي لرفع من الحالة النفسية وإعطائهم طاقة إيجابية. أنشطة وفعاليات كثيرة تنظمها العتبة العباسية المقدسة على مدار العام، الهدف منها تقديم الخدمة للمجتمع ومد جسور التواصل مع شرائحه كافة، لا سيما المرضى الراقدين في مستشفيات كربلاء ودور رعاية كبار السن، إذ أطلق هذا البرنامج ليزرع البسمة على وجوههم في ظل هذه الأيام المباركة.